مع انطلاق معرض الكتاب العربي والدولي اليوم، عدد من الإصدارات الجديدة تستحق المتابعة، ومن بين كتاب شجرة الياسمين للصحافي غسان سعود. الكتاب بيحكي عن الدمار العمراني اللي لحق في لبنان من بعد الحرب الأهلية، وهو دايماً في مقارنة بين لبنان ودول أخرى. ففي هيدي النقلة بين كيف هن اهتموا بالعمارة، كيف نحن اهتمينا بالعمارة، كيف نحن دمرنا البلد على هذا المستوى. في كتير تركيز على الشيء البيئي، كيف كان لبنان أخضر بكل معنى الكلمة، اليوم شو فضل فيه أخضر ووين فضل فيه خضار. شجرة الياسمين كناية عن رواية سياسية تركز على الدمار والتشويه العمراني، كذلك على الفساد السياسي والصحي في البلد. في الكتاب إشارة أيضاً لمعاناة مرضى السرطان، كذلك عن نظرة المجتمع لألون. كانت السلطات الفرنسية في القرنين السابع والثامن عشر تقيد المحكومين وتضع قطع قماش على أفواههم قبل أن تفتح الماء بقوة عليهم. حتى رحلات العلاج الأسبوعية الشاقة في الباصات الصغيرة لم تزعجني قط. من يعرف كيف يعيش يجب أن يعرف كيف يموت. هذا البلد بكل بشاعاته، بكل الأشياء الصعبة اللي نحن فيه، بكل الصعوبات، مثل ما مريض السرطان بيواجه كل الصعوبات بنفس العناد والنضال، وهيدا بدنا نضل نحن كمان نواجه بنفس الطريقة، ومثل هيدي الشجرة نرجع نزهر. يعني تحية لغسان سعود، رح نكون معك كلنا بتوقيع كتابك بمعرض الكتاب. هيدي الكتاب هو تحية لوالدتك اللي سقطت أيضا بالسرطان، مريم البسام وزياد بارود وميشيل الارتريادي، سهرتهم كتير حلوة بالكتاب. أيضا بتوقيع الكتاب رح يكون في شوقي بزيع، غازي العريضي، نصري الصايغ، وكتار من اللي منحبهم ومنقراهم ومنتابعهم بمعرض الكتاب.